بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. حب رحب فيكم جميعا، أنتوا المجموعة اللي وصلتوا هلأ معنا للكورس. بتمنى فعلا أنكم تستفيدوا من هذا الكورس، سواء بالمعلومات العامة اللي رح تاخدوها أو بالتطبيق العملي اللي رح تستفيدوا منه بعيادتكم إن شاء الله. موضوعنا اليوم هو سيفالومتريك. قبل ما نبلش بالسيفالومتريك رح ناخذ مقدمة بسيطة لحتى نعرف شو أهمية السيفالومتريك بالتشخيص التقويمي وبوضع خطة العلاج. للأسف بأغلب الجامعات، سواء عنا أو سواء بأوروبا أو سواء حتى بأمريكا، أغلب الطلاب بيتخرجوا أطباء أسنان، وهن أغلبهم عندهم معلومات جيدة بالتحضير، معلومات جيدة بالمعالجة العصب، معلومات جيدة بالتعويضات المتحركة أو الثابتة، بس تقريبا الأغلب بيكون عندهم معلومات ضعيفة جدا بعلم التقويم. طبعا هذا له أسبابه، منها مدة المعالجة الطويلة اللي بتخلي من الصعب انه الطلاب تلتزم مع هذا المريض او المريض يلتزم مع الطالب لإتمام المعالجة، بالإضافة لكم المعلومات الهائل اللي المفروض الطالب يعرفه لحتى يحسن يقوم بالمعالجة التقويمية. هذا الشيء بيخلي مادة التقويم هي أخذ فكرة او رؤوس أقلام عامة. يمكن بعضكم عمل تريسينج لسيفالومتريك، يمكن بعضكم عمل جهاز متحرك، يمكن بعضكم اشتغل مخبريا فقط تطعيج أسلاك واير بيندينج، وهي أغلب الأمور التي تنجز في مادة التقويم واحد أو مادة التقويم اثنين. رح نبدأ بمقدمة عامة لحتى ناخد فكرة أولية عن موضوع التشخيص بشكل عام. أنا ما رح فوت بالتشخيص بشكل كامل، الشباب ما عم يقصروا، بس لحتى نعرف أهمية السيفالومتريك بالتشخيص التقويمي. الشيء اللي بدنا نحكي أولا أنه هاي المحاضرات هي معمولة للأطباء الأسنان الجي بي، فهي ليست لأخصائيين. فيها بعض المعلومات اللي حتكون مبسطة شوي أحيانا لدرجة أنه بعض الأخصائيين ممكن يلاقوا أنه فيها سطحية بالطرح. هاي معمولة بشكل أنه توصل الفكرة بأبسط شكل ممكن للأطباء. الشيء الثاني اللي بدي أطلبه منكم أنه أنا قدر الإمكان رح حاول بسط الأمور، بس بتمنى أي ملاحظة، أي شيء غير مفهوم، أي كلمة غير مفهومة، أي مصطلح غير مفهوم تسألوني عنه، وأنا رح حاول أعملكم شرح كامل عنه، أعملكم ممكن فيديو عن هالنقطة هاي بالذات اللي أنتوا ممكن يكون في عندكم مشكلة فيها، بحيث أنه المفروض الأمور تكون واضحة بشكل كامل بغض النظر عن اختلاف اللغة اللي درست فيها، سواء بالعربي أو بالإنجليزي. أنا رح حاول أحكي بالعربي مع المصطلحات الإنجليزية. العربي حاستعمل مصطلحات بسيطة جدا، ما رح أفوت بالمصطلحات العلمية المعقدة باللغة العربية. بشكل أبسط المصطلحات المفروض تكون مفهومة للجميع بغض النظر عن اللغة اللي درستوا فيها.